سواء انتخب العراقيون أم لم ينتخبوا، لا شيء تغير في طرق الساسة وأدبياتهم في الحكم، فمن يقبع خلف الظل بيده مفاتيح الحل والربط. وما نتائج الانتخابات إلا إعادة لتدوير الوجوه السياسية التالفة، وإن شابها شيء من التجديد. بهذه الروح غير المتفائلة عبر العراقيون عن نظرتهم لما أفرزته الانتخابات البرلمانية التي شهدت عزوفاً جماهيرياً كبيراً، جاء تصديقاً لحقيقة أنه لا قيمة لصوت الناخب. أنا همزين ما طلعت انتخب، لأن أصلاً هذه الوجوه أصلاً شغلتها محسومة، والانتخابات كانت مجرد روتين عمل، لأن التزوير والتلاعب اللي حدث خلال الانتخابات يؤكد هذا الشيء. لا نزاهة تفتح شهية المقترعين، ولا شفافية تعبر عن احترام آرائهم، فالتزوير تفشى في المراكز الانتخابية، والتلاعب بأجهزة العد الإلكتروني علم به القاصي والداني. كل ذلك جعل العراقيين يؤمنون بأن لسان حال القابضين على السلطة يقول لهم: لكم حرية الانتخاب ولنا حرية الاختيار. فكل الوجوه القديمة الفاسدة عندها إمكانيات ترجع بيع وشراء. عمي بالعراق ماكو شيء فتشي شفاف، بالعراق كله تزوير، كله تزوير بيع وشراء. قرارات مرهونة بمزاج السلطة والمصالح الحزبية الضيقة، وخطوط دقيقة لحكم العراق تحددها الأجندات الخارجية. تلك صورة نمطية ثابتة يرى العراقيون أن الانتخابات لن تستطيع تغييرها. راح يحاربونا حرب نفسية، يتعبون نفسيته حتى يهج يعوف لهم العراق ويشرد. هو راح نعوفه ونشرد لهم. وين نروح لعد بعد؟ راح نشرد كل من يطلب لجوء الدولة على مود هم يبقون به، هو مالهم ومال خلفوهم صار، احنا هيك زايدين. ويبقى هذا التنافر بين المواطن العراقي وبين وسائل الديمقراطية الخالية المضمون، طالما أن السلطة بيد ساسة مستعدون للتشبث بها حتى لو هاجر كل العراقيين من بلادهم.